قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، نصبح على الهند، اطمنا على حاله الطقس وكمان نتعرف منها على اسعار العملات والذهب. صباح الخير عليك يا لينا. صباح الخير شاذلي. صباح الخير هدير. صباح الخير عليك يا لينا. الحقيقه شاذلي لسه في ارتفاع في نسبه الرطوبه، وده هيزود الاحساس لسه برضو بحراره الطقس. درجه الحراره في القاهره زي امبارح 35. طيب طمنينا بقى على التفاصيل، اتفضلي. صباح الخير عليكم مشاهدينا. دلوقتي تعالوا نتابع متوسط اسعار صرف العملات الرسميه، والبدايه كالعاده هتكون مع الدولار الامريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 18.82، اما الشراء فسجل 18.74. اليورو البيع سجل 19.79، اما الشراء فسجل 19.70. الجنيه الاسترليني البيع سجل 22.89، اما الشراء فسجل 22.78. الفرنك السويسري البيع سجل 19.78، والشراء سجل 19.68. هنروح لليوان الصيني، البيع سجل 2.81، اما الشراء فسجل 2.79. الريال السعودي البيع سجل 5 جنيه وقرش، والشراء سجل 4.99. الدينار الكويتي البيع سجل 61.37، اما الشراء فسجل 61 جنيه و3 قروش. واخيرا الدرهم الاماراتي البيع سجل 5.12، والشراء سجل 5.10. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، في عيار 18 سجل 847 جنيه للجرام، أما عيار 21 فسجل 988 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 1129 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سجل 7904 جنيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الجو هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وفي نشاط للرياح على بعض المناطق، كمان في ارتفاع في نسب الرطوبة الصبح، وده هيزود الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بمعدل درجتين لثلاث درجات. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 40، وأقل درجة حرارة في مرسى مطروح 30. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية.